الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الكريم: نحن في بلد يكثر فيها النصارى، فهل هم أهل كتاب أم أنهم كفرة؟ خاصة وأن الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهل هناك فرق بين أهل الكتاب والكفار في المعاملة؟ الحمد لله، لقد عجبت من سؤالك أيها الأخ الكريم في قولك: أوليسوا كفارا مع أنهم أهل كتاب؟ وجواب هذا أن نقول: هم من أهل الكتاب وهم كفار. فقولنا هم من أهل الكتاب أي أنهم من أمة قد أنزل عليها كتاب، وقولنا هم كفار أي باعتبار أنهم لم يدخلوا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكونهم من أهل الكتاب بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع لهم أن نصفهم بالإيمان أو الإسلام، فإنه لا يدخل أحد من على وجه الأرض من أهل الكتاب أو غيرهم من سائر ملل الكفر على اختلاف أنواعها وتباين أجناس كفرهم ووثنيتهم إلا إذا نطقوا بالشهادتين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد أجمع العلماء على أن كل من تدين بدين أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. فهم موصوفون بصفتين: هم من أهل الكتاب ومع ذلك هم كفار، فاليهود كفار وإن كانوا أهل كتاب، والنصارى كفار وإن كانوا أهل كتاب، ومن حكم لهم بالإسلام فإنه كافر إذا علم من الأدلة الشرعية ما يرفع عنه الجهل بكونهم كفارا. وأما المتميعون ممن ينتسبون إلى العلم، ممن ينادون اليهود والنصارى بأنهم إخواننا أو أن كل إنسان له أن يعبد الله عز وجل بما يريده من أي دين كان، سواء دين إسلام أو دين يهود أو نصارى، فكل هذه الدعاوى دعاوى ردة وكفر، لا يجوز إقرار شيء منها في شيء من بلاد المسلمين مطلقا. فأهل الكتاب كفار، ولا يحكم على أحد من أهل الأرض بأنه مسلم إلا إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فإن قلت: وبأي شيء يتميز أهل الكتاب مع أنهم كفار على غيرهم من سائر ملل الكفر؟ أقول: إنما يتميزون على غيرهم بجواز أكل ما ذبحوه وذكروا اسم الله عز وجل عليه، وبجواز الزواج من نسائهم المحصنات أي العفيفات، لقول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذان الحكمان هما اللذان يتميز بهما أهل الكتاب عن غيرهما. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة أخذ الجزية، والأقرب إن شاء الله أن أخذ الجزية لا يخص بها أهل الكتاب، بل هي عامة في سائر ملل الكفر لحديث بريدة في صحيح الإمام مسلم وهو معروف. فإذا يجب عليك أيها السائل وعلى غيرك ممن يسمع كلامي هذا أن يعتقد الاعتقاد القطعي الذي لا شك فيه ولا ريب، أن أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ينطقوا بالشهادة فإنهم كفار، ومن مات منهم فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، والله أعلم.